استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عبد الرحمن عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذي شارك في النسخة 18 من دولة الألعاب الآسيوية التي احتضنتها اندونيسيا. بهذه المناسبة أعرب سمو عن فخره واعتزازه بما قدمه أبطال القوى البحرينية من مستوى مشرف بالدورة الآسيوية وما حققوه من إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها القوى البحرينية والتي تؤكد مواصلة إليه هذه اللعبة من مكانة عالمية مرموقة. أضاف سموه أن ذلك لم يتحقق لولا بفضل ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي انعكس على النهوض بهذا القطاع ما عزز من مكانة البحرين على خارطة الرياضة الدولية. كما أشار سموه إلى أن رياضة ألعاب القوى تحظى بمتابعة واهتمام لمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وموضحا سموه أن الجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد ترجمة لتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بالرياضة البحرينية. نوه سموه إلى أن ألعاب القوى البحرينية تسير وفق رؤية سموه في أن تكون دائما في الطليعة ومشيدا بالجهود التي بذلها أفراد المنتخب.